السلام البنات، كي دايرين لاباس عليكم؟ كلشي مزيان امورك مانيه. فيديو جديد معكم في القناه. كيف ما كتشوفوا بديت الفيديو بالنقايه لاله والتسياق وحكا لافابوات. هنا كيف ما كتشوفوا كنحك لافابوات بشويه ديال تيدو جافيل، نخليهم النهار ما كاين احسن من تيدو جافيل، زعما تيدو جافي كيخليهم كيشقشقو. صافي غادي نحكهم وغادي ندوز نضرب واحد السياقه للطاحيه لافابوات هما الاولين حكيتهم. ايوا اللي دا شاف هاد لا فيديو اكيد نبارطاجها معكم. هنا بديت ديال الطواليت اعزكم الله، عاد ندوز ديال الحمام ونحك البانيو كلشي، واي حاجه دارت في لا فيديو اكيد انا معكم نبارطاجها معكم. خليكم معايا. Bir defeli dönme geri, o sevdiğin o da sen. Unutaram seni ömürlük, düşmezsen ya da sen. Geç bir defeli dönme geri. صافي البنات، هنا كيف ما كتشوفوا شيت شويه ديال سانكاوا وصافي، وغادي ندوز واحد التجفيف هكذا خفيفه ضعيفه كيف ما كتشوفوا. مع هاد الايام كان العجاج، وما نقول لكم جبتها كيتهبط. المهم سيقته ودوز واحد التجفيفه. ايوا هانتوما يا البنات، الدنيا خليتها كتشعل، ضربتها بواحد السياقه. نفسس بين انسان سنه يرشان الى تكليدي تك يا شقيت من البنات. هنايا دات هاد الطابيات حيت كنت حيدتو في السياق. شو نكمل الفيديو هنايا البنات، غادا نعجن الخبز كيف ما كتشوفو. المهم جبت العجانة، دات الطحين، دات الطحين فاص ودات مع القمح، دات الطحين فاص ودات مع القمح. صافا نزيد شوية الملح وشوية الخميرة وغادي نعجنها في العجان. صافا البنات، نزيد شوية الملح وشوية الخميرة مع داتو يسخن، وغادا ندير التاجن. واحد المتتبعه ديالي قالت لي واعني العجانه ديالك، ما في هاد لا فيديو الا كنتي كتشوفيه انا غادا نواعيك الطريقه. قالت لي واش ما فيها لا صداع لا والو، قلت لها لا ما كدير لا صداع لا والو، وخويت بزاف الخميره. ماما انا نواعيك اختي. المهم البنات، واحد المتتبعه كانت قالت لي واعني العجانه ديالكم، قلت لها واخا ان شاء الله نهار غادي نعجن فيها، غادي ندير لك شي فيديو. بالنسبه للمارك عندنا فاغور، كانت قالت لي واش كدير الصداع ولا لا، قلت لها لا ما فيها لا صداع لا والو، ما كدير الصوت. انا دابا غادي ندير معك فيديو غادي نعجن فيها الخبز، عافية ما نعجنوه في بيدي ولكن على قبلك. المهم الا كنتي كتشوف هاد لا فيديو ديديكاس ليك، وغادي نواعيك اختي ما فيها لا صداع لا حتى شي حاجه. باغا تاخد عجانه باغا تاخد شي فيكا. ايوا قلت لها ما فيها لا صداع لا والو، انا دابا نعجن فيها وغادا تشوف. ماما خرجت علينا وهانتوما معايا. صافي البنات، غادا ندير هي الما وغادا ندير التاجن. بسم الله، درت غير شويه تنشوف. هانت اختي كدير الدرجة اللي بغيتي، واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة فيها حتى لطناش. المهم انا غادا ندير الدرجة ثلاثة، هانت انا كدير لا صداع لا والو، دابا كتعجن بشوية على ما نزلك كما تشوفي. المهم نزيد شوية ديال الماء، خليها تعجن وغادي ندوز نطيب الغدا. ها
هنايا البنات غادا نطيب واحد الطواجين ديال الدجاج. جبت الدجاج من الكونجيلاتور كيف ما كتشوفوا، درت عليه 3 ديال البصلات كبار، صافي تقسقسو ما كدا مزيان. غادي ندير كلشي بدقه وحده الطاجين، ولكن جا واحد اللذة ما نقول لكم جابنين. غادا ندير الملح على الطايه كلشي الزيت وهذا، وغادي نسديه وغادي نخليه يطيب على خطوه تصاوب ديك البصله، وغادي ندير البطاطا من الفوق. ما كلشي في لا فيديو متحاص. Nadı sevmeyi başa düşmürsen, bilmirsen hele sen. Yet bir defeli dönme geri, o sevdiğin o da sen. Unutarım seni ömürlük, düşmersen ya da sen. Yet bir defeli. هنايا البنات حكيت الثومه وقطعت الثومه، انا كتعجبني الثومه في الطياب ديما، تلاحظوا في الطياب تندير الثومه بزاف. صافي البنات هنايا العجينه كيف ما كتشوفوا هنا العجينة تعجنات. المهم بالنسبة للطاجين درتها البطاطا، غادي نخطيها بالبطاطا. هادي واحد المطاشة قطعتها نزيدها من الفوق، ندير الدجاج بالبطاطا وصافي، وما بغيت نقلي لا فيها لا والو. وهنايا العجينة صافي تعجنات، غادي نكاسها نيشان في الطاواط وغادي نخليها تخمى صافي، وغادي نطيبها. بالنسبة للطاواط غادي ندهنو بشوية الزيت، ندير جوج خبيزات صغار هانتوما معايا. صافي درت شويه ديال الطحين الصغير، وغادي نقاصا نيشان هنايا طاوة. بالنسبة للطاجين بصلة القاعات الماء صافي رطات لينا بصاله، غادي ندير ديك البطيطه ونزيد ديك المطيشه من الفوق، وغادي نخليه يطيب. نزيد شويه قزبه مع بنص ونخليه يطيب. نزيد شويه قزبه مع بنص الزواق يا لالا، أو غادي نخليه نزيد فيه شوية مويه دافية، أو غادي نخليه يطيب. ندير هادي باش ما تخلوش، فو نخليه. هنايا البنات هاهو الطاجين تاعك. وهنايا غادا ندوز نصوب الثلاجة، عرفتو ولات حالتها حالة شحال هادي ما وصلناها. إوا غادي نحيد كاع داكشي اللي فيها، اللي غادي يتلاح غادي يتلاح، ولا هدا غادي نصوبو ماما قدها. غادي نصلو بتيدو جافين. المهم البنات هنايا صاوبت هادشي دانونات وهاد الفخوماج ساندويتش والبيض وهادشي داتهم هنايا، وهادي دات فيها هادشي، وهادي ديال اللي ما تهاسات لينا عاد خصنا ناخدو بحالها ما تشفين غادي نلقاوها. لا عندكم شي فكره في القوا خلوني في التعليق. صافو هنايا الثلاجه كيف ما كتشوفوها يا خويتها، هاد لي زاكسيسوار ديالها غسلتهم كاملين بتيدو جافي، والله لا عييت. وعاد هاد الفانه نطيب الخبز، غادي نخرجو من الشمس شويه ينشفو، ما غاديش نمسحو. وهنايا اللي تلاح تلاح، واللي غادي نخليه غادي نخليه. شوف شحال لحت مع الثلاجه نهار وين. المهم غادي نقادها ونصوبها ونوريكم النتيجه فين. صافي البنات هنايا شاد الفان من الفوق ومن تحت سخن مزيان. صافي رميت الخبز على اعلى درجه داتو، غادي نطيب الخبز في دقه وحده كيطيب الفوق والتحت، وهانتوما معايا. صافي البنات هنايا
وهنايا ضربت فاكهة لهاد لافابو دو كوزينة بتي دو جافيل. البطاطا، ولكن هاد البطاطا هي انا ما ماشي داك الفايت الزوين، ما عرفتش البطاطا ولات سبحان الله العظيم بحال مطيبينها بزز، ما بقاتش كتقلى، واخا سكت على الزيت واخا تعيط بزاف وتعطي عليها، وانا ما بقاتش كتصدق صراحه. بلا ما نمشي هادوك خدنا نشوف لي غون سيرفاس مع جون كارفو ويقليهم من الاحسن. صافي ماما البنات هنا غادي نقلي الفايت، واخا ما تقلاش زوين ولكن هاكدا البطاطا ما عندي ما ندير. وصافي وهاد المقيله دات فيها مطيش هكدا رنديلات والبصله والكاكوجيت، ودات شويه زيت شويه الملح شويه البزار، وغادي نخليهم يتشحوا. هنايا كنا شوينا بالنسبه للعشاء قليت فايت ودات هذيك، وكنا شوينا شويه ديال الكبده وشويه ديال الكفته والفخوضه ديال الدجاج مشامنين حيت حدانا الشوايه. ايوا صافي هادشي اللي دانا للعشاء وغادي نتعشاو. المهم هادشي يلا جبنا باقي سخون، هي داتو عاوتاني سخن في الفرن مع يلا جبنا من شويه وداتو سخن في الفرن شويه كفته والكبده والدجاج وهادوك البانيني واحد ليا واحد الجد، وغادي نتعشاو هانتوما معايا. اللهم صل على النبي صلوا على الهادي، ما يشفع في هاد العبد الا محمد سيدي. وهي سيدي دي هي العشيوة ديالنا، حطيت هذاك المشاويات اللي شوينا، حطيت لي صوص هذيك المقيله الفيج، ماما دارت واحد الصالاد ديال بصله ومطيشه بصله ومطيشه وشويه الملح وشويه البزار، كتمشى حتى مع الشوا بحال هكدا. ايوا نتعشاو. اللهم اديما نعم وحفظي من الزوال. شاركت معكم روتين ديالي من الصباح، حطينا مناضه خبيز وغادي نتعشاو ونكمل معكم روتين. صافي البنات انا من بعد ما تعشيت غادي نوض ندير روتين ديالي الليله قبل ما كنعس. هنايا غادي تشوفوني عاوتاني بدات البيجاما، عندي بيجاما سيغس بيها بيجاما عاوتاني فوقيته ديال الغدا، وهادي صافي بدلت حوايجي بالليل. صافي غسلت انا كنغسل بهذا هذا واخده من اوريفلام، غسل الوجه كيدير شي 130 درهم مقله زواهون كنغسل به، كيصفي الوجه ولا عندكم شي حبوب ولا بوطو ولا شي حاجه كينشفوا زوان. غسل يومي كنغسل به ديما، غادي نحكس نيناتي ونلبس بيجاما باش الناس. وهذا هو الناس، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم. ناجبكم ما تنسونيش من لايكات، اللي اول ما يشوف قناتي ديالي خويا ولا اختي اشترك معايا في قناتي. خليتكم في امان الله.